السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، درسنا 29 لهذا اليوم هو تمارين صديقي. بعدما أخذنا في الدرس السابق صديقي من صديقي دام مقودي تشليكي مقودي ديبو مش بركي كنشيد صديقي سنا وأوفى رفيقي سنا في طريقي لبر أماني كثير عطائي مثلا ما أبش بركي البيب أفكامي إين تشبن راهنان أي تمارين صديقي عمي تمارين صديقي في تماريني ويتشادي بي تماريني ويقالي طالب بخشتبي أبا مرادفة تجي ابحث في أنشودة صديقي عن المرادفات ابحث في أنشودة صديقي عن المرادفات التالية. شنو هاي المرادفات؟ المساعدة مرادفات. أنت بتصير مرادفات شيا؟ المرادفات شيا عقل. المرادفات يعني نفسي معني ذلك. نفسي معني. مرادفات يعني نفس المعنى. نفسي معني ذلك. مساعدة شيا؟ هاري. النشيد يقود جهاته العون. الطريق شيا ريكا. طريق ريكا. ريك شا. شو ريكا هذا؟ ما نبيش درب الجناني. الدرب. مرادفات. الطعام شيا زاد. ويريد شو قد نشيد هذا؟ زاد. ما نبيش بعوني وزاد. الفوز شيء تركفتنا النشيد إذا جهدا النصر. أما إن عن ضد يعني تشتك عكسه. أفعل أمامية علامة مرادف أبايا. ضد يعني عكسه. صديق دشي صديقة شو بيجنيك عدو. من بيجنيك حوالي من بيجني صديق. إجنا حوالي من شو بيجنيك عدو. صديق عدو. أمان شيا آرامية. أسوي شيا الخطر. أمان الخطر. وفاء شيا يعني إيه وفي به خائن بجني. الخيانة. وفاء والخيانة. إذا أبا موضوع ما بي راهنانا چند بي راهنانا دو بي مرادفات راهنانا سي ضدي إيه إجبابتي صديقي درس أبد إن شاء الله أمدي تمام كده.